دع الصغائر، والصغائر خطيرة. الصغائر ما يقول لك ترى احنا الآن لأننا في زمن متأخر انتكست فيه المفاهيم، يقول لك هاي تراها صغيرة ما كبيرة، وهذه تراها سنة ما فرض، وهذا تراها مكروه ما حرام. الأوائل كانوا لما يقال لهم هذا مستحب أي بادروا إليه فإنه ليس مهملا، ولما يقول لهم هذا مكروه أي ليس مباحا فانتهوا عنه. يعني هذا التقسيم أورث عند الأوائل، لما يقال لهم هذا مستحب أورث عندهم دافعا إلى المبادرة، إن مستحب ذا إذا فعلته فأنت مأجور، وهذا كون مكروه دفعهم إلى الامتناع، هذا ما حال حال المباح، يعني هذا مكروه يعني ابتعد عنه. لكن لما انتكس الزمان انتكست مع المفاهيم، قال ترال مكروه وسويه، وترال مستحب ودره، وهذا خطأ. ما كان كذا الأوائل، كان المستحبات يبادرون إليها والمكروهات يتناءون عنها. دع الصغائر، والصغائر كما قلت خطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل ما تحقرون من الذنوب، الذنوب اللي ما تستهين بها، كمثل قوم نزلوا واديا فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى اجتمع ثم أوقدوا فيه نارا فكانت نارا عظيمة. صغائر الذنوب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر محت وإلا تزايدت، يعني حتى تغطي القلب. النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لكن المعاصي الكبار، الكبار المعاصي الكبار اللي فيها وعيد، واللي فيها من فعل كذا فله النار، أو من كذا فعليه لعنة الله، أو لا يؤمن من فعل كذا، أو فيها حدود شرعية، أو فيها زجر شديد، هذه الكبائر هل يجوز للإنسان أنه يسوي منها شيء قليل؟ يقول ترى ما سويتها كلها، أخذت شوي ونبس، ما يجوز أبدا. يعني لو واحد شرب قطرة خمر تعمدا مثل كمثل واحد شرب رطل خمر تعمدا، ما شيء فرق، ما شيء فرق. البر اللي شرب قطرة كالذي شرب رطل. خذ الدليل على ذلك، الله تعالى أخرج آدم من الجنة لأي شيء؟ لأنه ذاق فلما ذاق الشجرة، لأنها محرمة. المحرم فعل الكثير كفعل القليل منه، الحرام فعل القليل كفعل الكثير، ما شيء فرق أبدا. وهذا التذوق، فلما ذاق الشجرة سماه الله أكلا في مواضع أخرى من القرآن، قال فأكلا منها، سماه الله أكلا مع أنه صرح أنه كان تذوق. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، شوف فالأمر ما يستهان به. ما يجي واحد يقول ترى لا سويت شويونه، يعني لو واحد أكل درهم ربا، 100 بيصة ربا، حرام ولا ما حرام؟ يسمى آكل ربا ولا ما يسمى آكل ربا؟ 100 بيصة أكل ربا كاللي أكل 100,000. فمعصية الله كشأن الشرك أيضا، من أشرك وعبد نملة كمن أشرك وعبد فيل، ما كلهم ما اسمه كل شرك، كله شرك. لو واحد تقرب إلى صنم بذبابة، واحد تقرب إلى صنم بجمل كبير، ما كذا؟ إيش بيقال؟ هذا ترى لا تقرب بذبابة، ما شبه تجاوزوا عنه، وهذا تقرب إلى الصنم ببعير، هذا ذنب أعظم. لا كلهم ذنبهم، كلهم خرجوا من الملة باثنينتهم،
الذي تقرب بذبابة مشرك، والذي تقرب بجمل مشرك. كذلك المعصية، من فعل من المعصية شيئا يسيرا أو كثيرا فقد عصى الله، فلينتبه لهذا وليحذر منه.